كل العلاقات في الحياة، إذا قدرت أنك أنت تحتوي وتحاور وتحب، أنت وصلت، وصلت لكل الناس. يا أخي نفسك، حب نفسك يا أخي. حد بيقول لي شو يعني أحب نفسي؟ في ناس عندها اللي هي الأنانية أني أحب نفسي، لا، كوني أفضل نسخة من نفسي، اعتني بهذه الذات، طوري منها، حسنيها، بحيث أن النفس هذه لما تستخدمينها في العطاء بتحبين نفسك، فتحب نفسك بعطائك لغيرك، مش أحب نفسي لأن أنا نفسي، لا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله.